27 سنه مساعد، 29 نواف الخالدي ايضا، وليد جمعه 30 سنه لعب رقم 15، الباقين يعني 23 سنه 22 سنه. فعلا الاتحاد الكويتي يخطط صح الان، يخطط صح، جايب يعني مجموعه من اللاعبين بسن اولمبي ومطعمهم بلاعبين خبره، وفعلا الان بفورمه عاليه. هذه كره تاتي وخطا في الجهه اليسرى او كره الى صالح المنتخب الكويتي. هذا اكبر اللاعبين اللي امامنا 30 سنه الان، وليد جمعه لاعب اللي بدا مع نادي خيطان الفتره من 2001 الى 2004 وانتقل الى النادي المميز هناك نادي الكويت في 2004، وبدايته كانت مع المنتخب الكويتي في 2002. اللي امامنا هنا وليد علي، ذكرت انه قاهر الصين لانه سجل الهدف الذي اخرج الصين من الادوار التمهيديه في التاهل الى كاس العالم 2006، وهو المنتخب الصيني الذي شارك في كاس العالم 2002. حسام المولد يلعب كره، لاعب اللي ما له حظ، اصابات دائما الداهمه، كل ما قلنا اسامه موجود نتمناه، دائما نحب اللاعبين اللي بالبنيه الجسمانيه، اللاعبين اللي بامكانيات بدنيه. الله يستر، هذه كره مع فيلنتا لوحدك يا معتز، مع فيلنتا لوحدك. عموما عدت المنتخب الكويتي، اللي صاير الان عاجبهم، اللي صاير الان كله امور لصالح الكويت، ما هي لصالحنا. السيناريو الامور التكتيكيه اللي صار الى الان، حتى الان كويتيه ومميزه الكويت. وهند عسيري والكرة، والله بوسيرو يحتاج شوية يعني مع بداية المباراة أو بداية حتى يقرأ الشوط الأول يكون أكثر سرعة في التغييرات، ويشيل لنا لاعب في المحور وينزل لاعب في الوسط. كان تيسير في المباراة الأولى موجود، لكن ممكن نرد بهدف. كرة تأتي الآن مشعل سعيد، كرة موجودة غنان، تأتي عباس، رأسية مساعد، قتالي مساعد، هنا حمد نايف، معوض بدر، طلال عامر، اضغط يا شلهوب. طلال عامر يسوي اللي يبغى حتى الان ما في ضغط قوي من لاعبين المنتخب السعودي، حتى الان ما في ضغط لاعبين المنتخب الكويتي. الان الثقه موجوده، كل لاعب يقول خلاص بنوصل، لاعبين المنتخب الكويتي كل واحد يقول ذلك. الوضع الان اللي امامهم يعني يغري للمنتخب الازرق الكويتي. حذاري يا اخضر، شلهوب، نمري، ورونا لمسات، ورونا وصول. الكره التاتي، يبدا البناء السعودي الان. غنام، عباس في الجهه اليمنى مع راشد، لكن الشلهوب الان دخله قويه يا كينجي، الياباني الوحيد في اليمن، والكره وائله بروح الرياضة.